بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدأنا مع الإيمجز أدابتر اللي بعتناه له كونتكست أز بارامتر، وبينهرت من البيجر أدابتر عشان أعمل الشغل بتاع البيجر أدابتر بقى وأحط الإيه الفانكشنز بتاعته. أنا عايز أتكلم على إيز فيو فروم أوبجكت، عايز أتكلم على سلايدر إيمجز، عايز أتكلم على حاجة اسمها جيت كاونت. فأنا عرفت على طول مباشرة جوه الكلاس ماي كونتكست، وده ممكن يكون نال ميبي خلاص، المفترض مش يبقى نال، لان المفترض ان انا اصلا لما بنادي على الايمجز ادابتر من الاكتيفيتي بتاعت الايمجز اكتيفيتي كنت ببعت اوتوماتيك الايه الكونتكست بتاعها بكلمه ذس، وعملت انيشيت عشان اعمل كونستراكتور، والكونستراكتور في اول ما بياخد بيحط الكونستراكتور جوه ماي كونتكست. تمام، حلو جدا. وطبعا الايمج الادابتر مطلع ايرور لان في اوفررايد ممبرز المفترض ان هي تتضاف. فانا هقول له اول حاجه از فيو فروم اوبجكت، ده اول واحد هبدا امبلمنتوم، اول فانكشن هبدا اعملها امبلمنتيشن. طبعا بتاخد الفيو وبتاخد الاوبجكت ذات نفسه، بتريتيرن ترو او فولس. تمام كده، دي الايه الفانكشن الاولى از فيو فروم اوبجكت. فطبعا هريترن دلوقتي مؤقتا مثلا ريتيرن ايه، هقول له روح على الفيو خلاص. لو كان الفيو ده بيساوي الفيو طبعا ده الفاريبل بتاعي اللي هيبقى مبعوث للايز فيو فروم اوبجكت. فقلت له لو كان ايكوال، تمام، هنا طبعا الاوبجكت اللي هو ما بين السنجل كوت اللي هي عند حرف الزر دي، هو عامله كده عشان طبعا كلمه اوبجكت ليها معنى. فالاوبجكت ده لو كان، انا بقول له الاوبجكت ده طبعا الاوبجكت ده اني يعني اي حاجه، قلت له لو كان ايمج فيو يبقى الفيو اللي جالي هو عباره عن ايمج فيو هيريتيرن ترو، يبقى بالنسبه لي يتعرض. يبقى تمام كده، يبقى از الفيو فروم اوبجكت. غير كده يبقى لا، لو عملت ثلاث يساوي معناها مطابق في النوع وفي الايه وفي البيانات والبروبرتيز وكل شيء. فخلاص انا كده بالنسبه لي طالما هي ايمج فيو يبقى عارف، بس لسه مطلع لي اوفررايد ممبرز ثانيه لازم تتعمل. قلت له بقى عندنا جيت كاونت، يعني المفترض ان عشان اعمل الفكره بتاعت الادابتر ده لازم بعرف الكاونت بتاعت الايه بتاعت الايتمز اللي هو شغال عليها، فانا لازم اجيبها له. فقوم جاي عامل ايه، عملت برايفت فال خلاص، ومحتاج ان انا هقول له هعرف حاجه اسمها سلايدر للايمجز الايمج فيو. فاقول له سلايدر ايمج فيو، ايمج فيو تمام، برايفت خاص بالكلاس بتاع الايه الايمجز ادابتر. فقلت له الاخ ده هيبقى عباره عن انت اري اوف، والمفترض ان انا بحاطط فيه الايه ال طلعت الصور بتاعتي. تمام، هقول له اندرويد دوت ار دوت دروبل دوت، وهختار ايمجز، هو مش شايف ار دوت، خلينا بقى ار على طول دوت درابل من غير اندرويد، لان الاندرويد هيدخلنا في الحاجات الاساسيه بتاعت الاندرويد، فانا مش عايز الحاجات الاساسيه بتاعت الاندرويد. ار دوت درابل دوت ايمج اس كيو لايت مثلا، ده اول صوره، واحط بقيه الايه احط بقيه الصور بقى على طول، بحيث ان هي تبقى الليست بتاعت الصور بقت جوه حاجه اسمها سلايدر ايمجز. تمام، فكده طبعا انا بعد كده دي الليست او الاري دي لما اكون عايز اعمل الكاونت بتاعها تحتها، ومنادي بقى على ايه؟ على سلايدر ايمجز دوت كاونت. وبعد كده جبت قيمه الكاونت اللي هي في الفانكشن اسمها جيت كاونت اللي كانت عايزاها اللي كان عايزها البيجر ادابتر عشان يقدر يبقى بيجر ادابتر شغال سليم. فقلت له ماشي، انا بعت لك الصور اللي انا عايزها تمام، وليكن دول ار دوت دروبل دوت اخر حاجه مثلا، خلينا في الفاير بيس خلاص ماشي اوكي، نعدل بس كده التنسيق. تمام، الايمج السلايدر ايمجز دلوقتي بقت اري محطوط فيها الايمجز اللي انا عايز اعرضها، عايز بقى هو الكاونت، عايز يريترن انت العدد الايمجز اللي هيشتغل عليها كبيجر. فقلت له ايه سلايدر ايمجز دوت سايز، انا كده هجيب بيها الايه عدد الصور اللي موجوده واللي انت المفترض انك انت تشتغل عليها. يبقى كده انا ايه سلمت كده. طبعا تلاحظوا ان الايمجز ادابتر ككلاس ما بقاش ضارب، لان هم دول بس بالنسبه له يقدروا يشغلوه. ونشوف مع بعض ان شاء الله نكمل في الفيديو اللي جاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.